السلام عليكم. إليكم هذا التمرين بهدف معرفة دور السكريات في العضوية ومقر استهلاكها. وضعنا محلول سكري به خميرة الخبز فطر وحيد الخلية في حوجلة مغلقة، ينطلق منها أنبوب توصيل ينتهي إلى حوض به رائق الكلس أو ماء الجير. النتائج المحصل عليها في الوسط الهوائي ثم في الوسط اللاهوائي موضحة في الجدول التالي. 1. سمي الظاهرة الحادثة في كل وسط. 2. قدم تفسيرا لاختلاف كمية الخميرة الناتجة في الوسطين مدعما إجابتك بمعادلات كيميائية. 3. استنتج دور السكريات في العضوية ومقر استهلاكها. نأتي الآن إلى حل هذا التمرين. 1. قلنا سمي الظاهرة الحادثة في كل وسط. إذا لو نلاحظ معطيات التمرين، إذا قيل لي في الوسط الهوائي، بمعنى هناك هواء موجود، هناك هواء، وهنا يقصد به الأكسجين. إذا هذا الوسط ما دام الأكسجين موجود، إذا هو التنفس، سوف تحدث هناك عملية التنفس. أما في الوسط اللاهوائي يعني غياب الأكسجين، تدعى هذه العملية عملية التخمر. نكتب الحل. إذن الظاهرة التي حدثت في الوسط الهوائي يعني في وجود الأكسجين هي ظاهرة التنفس. أما الظاهرة التي حدثت في الوسط اللاهوائي يعني غياب الأكسجين هي ظاهرة التخمر. ثانيا، قدم تفسيرا لاختلاف كمية الخميرة الناتجة في الوسطين مدعما إجابتك بمعادلات كيميائية. إذا نأتي إلى الوسط الهوائي، لاحظ كمية السكر الابتدائية كانت 150 جرام، كمية السكر المستهلكة 150 جرام، بمعنى لم يبقى شيء، استهلكت كل السكر، هذه الخميرة استهلكت كل السكر. أين؟ في الوسط الهوائي، بمعنى في وجود الأكسجين. إذا ماذا فعلت هذه الخميرة؟ هذه الخميرة استعملت السكر في وجود الأكسجين حيث قامت بهدمه لإنتاج ماذا؟ إنتاج طاقة. فيما تستعمل الخميرة هذه الطاقة؟ تستعملها في القيام بالنشاط، وعادة نشاط الخميرة يكون في عملية التكاثر، وبالتالي كمية الخميرة الناتجة يعني زاد عددها وأصبح 1.9 جرام، إذن كانت الكمية كبيرة. ثانيا، تفسير اختلاف كمية الخميرة الناتجة في الوسط الهوائي. كمية الخميرة الناتجة كبيرة لأن الخميرة هدمت السكر في وجود الأكسجين، فكانت الطاقة الناتجة كبيرة. نأتي الآن إلى كتابة المعادلة، هي كالتالي: جزيئة جلوكوز زائد 6 جزيئات من الأكسجين O2، يعني في وجود الأكسجين، ها هو الأكسجين، إذا يعطينا 6 جزيئات CO2 زائد 6 جزيئات H2O. CO2 هو غاز ثاني أكسيد الكربون زائد 6 جزيئات ماء، إضافة إلى طاقة، إذا طاقة كبيرة. إذا سميت هذه العملية بمعادلة أو عملية التنفس أو الأكسدة الخلوية. أكسدة بمعنى وجود أكسجين، حدث هدم أو كسر كلي، هدم من الأحسن هدم كلي لجزيئة الجلوكوز في وجود الأكسجين، أعطانا ثاني أكسيد الكربون زائد الماء، وبالتالي هناك طاقة كبيرة استعملتها الخميرة في نشاطها. قلت والنشاط اللي تستعمله الخلية في هذه الحالة هو التكاثر فقط، وبالتالي زادت كمية
الخميرة أصبحت كبيرة. إذن ثانيا في الوسط اللاهوائي يعني في غياب الأكسجين، كمية الخميرة الناتجة تكون قليلة. لماذا؟ لأن الخميرة هدمت السكر بشكل جزئي فقط في غياب الأكسجين، فكانت الطاقة اللي أنتجتها قليلة. إذن نكتب المعادلة، إذن جزيئة جلوكوز في غياب الأكسجين تعطينا جزيئتان من الإيثانول وجزيئتان من غاز ثاني أكسيد الكربون، أما الطاقة الناتجة فتكون قليلة. ولهذا ما دام الطاقة قليلة فإن الكمية الناتجة أيضا سوف تكون قليلة. بمعنى بصفة عامة الخميرة تستعمل الغذاء إذا كان في وجود الأكسجين تنتج طاقة كبيرة، هذه الطاقة تسمح لها بالتكاثر وإنتاج كمية كبيرة من الخميرة. أما إذا كان في غياب الأكسجين تنتج طاقة قليلة. ثالثا استنتج دور السكريات في العضوية ومقر استهلاكها. نعرف أن السكريات عادة تستعمل لإنتاج الطاقة، إذن السكر هو غذاء طاقوي. مقر استهلاكها تستهلك السكريات في الخلية، وبما أن خميرة الخبز هي عبارة عن فطر وحيد الخلية إذن تتم هذه العملية في الخلية. نكتب ثالثا دور السكريات في العضوية هو إعطاء الطاقة اللازمة أكيد للقيام بالنشاط. الآن مقر استهلاكها هو الخلية، لأن خميرة الخبز هو فطر وحيد الخلية.